Malin mal maha kamide Nebi Muhammed kusalli sallallahu aleyhi ve sellem wuxuu arkay qof attahiyyatka kadib ducadan aqrisanayo kadib wuxuu yiri qad ghufira lah qad ghufira lah qad ghufira lah war waloo dambi dhaafay qofkan waloo dambi dhaafay oo waloo dambi dhaafay الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وللجوكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفارت ايو فضائشية ولا ليال مالين مال مها كمده نبي محمد كصلي صلى الله عليه وسلم ايام ساجد كسوكالي وحو اركي نن التحيات كي دمي او ذكريا دعاء اخر سنة ايو اللهم اني اسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم مركلا كسوع علينا اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم نبي صلى الله عليه وسلم حويري قد غفر له قد غفر له قد غفر له حديث كان وحاصو ساري أبو داود نسائي شيخ الباني نصيحة يخلي صيح الجامع دعا ذا معنى هذا قابا قف كان وحو إلهي كوي دي سنة مقعيذي سوحو لي اللهم إله يو إني أسألك أدون كان أجيد أم أدون تان أجيد ذو صلاة كوتو كنيسو أسألك وحان كوي دينا يا الله إله يو بأنك الواحد الأحد الصمد وتوحيد أذيقو واحد او احد اه او صمد اه وحان كووي دينا ما يعدي الهي ان تغفر لي الهو انا ايدا بدافت ذنوبي ذنوب تيذا انك اله يو اذيقا ايا الغفور الرحيم دنب دافع نحاري استاتحي حد باولا لسو ام جيدان ان لقو دنب دافع وحيكو قادنيسا وحل دقيقة كير sida darteed marka attaxiyaad ka dhameysid ducadan aqriso ugu dambeyntii allah subhanahu wa ta'ala waxa uu diisanina dambigeena inuu dhaafo dambiga waalidkeenana inuu dhaafo khayrkana inuu ilaahay noo fududeeyo wuxuu ilaahay fududeeyo unba fududaanayo aamiin dhaha allahumma inni as'aluka ya allah بأنك الواحد الأحد الصمد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم لابا أهل سمي لقيسو كعمل فل ولا لها كلاني أسيقود بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.